احمل كل هاي الشغلات. على مهلك. وهدول كمان لإلك، الشوكولا وكمان هي البوزة. شكرا عمو. أهلا وسهلا. بالمناسبة بدي إياك ما تنادي لي عمو من هلا ورايح. أنت من هذا اليوم بدك تقلي عمو كريش. هذا الاسم كتير حلو. أنا من هلا ورايح رح ناديك عمو كريش. وأنا رح أقلك فيشنو أفاتار. باي عمو كريش. بايا فيشنو، دير بالك على حالك. ايه دق كفك، انتبه. ماشي رامان. ليش عم تعمل كل هاد؟ كل هالشغلات ما رح تفيدك. أنا بعرف إنه تركتك بطريقة مفاجئة، وإنه كل الناس عرفوا بقصة زواجنا وعرسنا، وبعرف إني ما فكرت بحدا. بالحقيقة أنا كتير زعلانة. رجاءً سامحني إذا بتقدر. سومان، بالعكس أنت ما لازم تضايقي حالك أبداً. أنا بعرف إنه أنت ما عندك ولا أي شيء أهم من سعادة ابن كبير، وكل شيء عم تساويه هو الصح. بس بترجاكي خليني على الأقل أعمل محاولة واحدة، يعني على القليلة ما بندم بعدين مع الوقت. بكفي إني بكون حاولت، لو سمحتي. رامان يلا خبرني، كيف بتعرف عمو كريش؟ عمو كريش؟ أنا ما بعرفه غير من مبارح المساء. استنى خليني ساعدك. أمي خلصت. شكراً لك عمو. أهلا وسهلا. بالمناسبة أنت شو اسمك؟ رامان. وأنا اسمي رامفير. شو رأيك نصير رفقات؟ يا عيني عليك. عن جد؟ هي السيارة الكبيرة إلك عمو؟ إيه؟ هي السيارة إلي. ليش حبيتها؟ إيه كتير. أنت رح تاخذني مشوار بسيارتك؟ أخذك مشوار؟ موافق، رح أخذك بالسيارة مشوار وكتير طويل. يلا يلا. بعدين عمو أخذني مشوار كتير طويل بالسيارة تبعه، واشترى لي شوكولا وبوظة، وكمان اشترى لي إلي سيارة بجهاز تحكم. ما كنت انبسطت مع بابا مثل ما انبسطت معه. عمو كريش كتير حباب. سكوت، عمو كريش مو عمك إلك، هو عمي إلي أنا. أصلاً أنت بتعرف إنه ماما كانت رح تتزوجه؟ عن جد؟ ما كنت بعرف بهذا الشيء. أنا كتير انبسطت لك. تمنيت لو عمو كريش كان أبي إلي. فكر شوي فيها، هو بيحبني ونحن ما بنعرف بعض منيح. لو كان أبي كنت بدي حبه. فير، بدي روح أنا لأن ستي بتكون هلا ناطرتني. فير، بشو عم تفكر؟ ماما بتعرفي شو؟ عمو كريش طلب من رامان ينادي له عمو كريش، وعم يشتري له بوزة وعم ياخده مشاوير بالسيارة. كمان هو عم ينادي لرامان فيشنو أفاتار، وقال لي رامان إنه كتير انبسطوا مع بعضهم. وإذا يعني؟ أنت ليش هالشي زعجك؟ مو هو حر؟ إيه ماما، بس أنا مو حابب هذا الشي اللي عم يصير. بس انت يلي رفضت تحكي مع عمو كريش مو هيك؟ ايه ماما. طيب ليش رجعت تحكي عنه هلا؟ يلا نام شوي وارتاح، وانا رح خلص شغلي
وارجع. شو هات؟ هالفرشة كثير ثقيلة، رفعوها شوي شوي. ماما تفشوها، خلينا نطلع. عم بتفشها. أخذ رطوبة، تقولوا البيت له مسكر شي 5 سنين أو أكثر. خلينا نشمسها مشان ما عاد تطلع ريحتها. يلا كلها ريحة عفونة. يلا ارفعوها. ارفعي شو عم نعمل بهالفرشة. يلا. لا 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 لا، تركيا تركيا. أهلا وسهلا. حبيبات قلبي. حبيباتي. شكرا لك حبيبة عمري. هالكم يوم فقدنا كتير لسومان، لهيك اجينا. كلواتي بعرف ليش سومان لغت العرس، لأنه فير ما قبل إنه أمه ترجع تتزوج. بس شو اللي صار فجأة وغير رأيه؟ بالحقيقة مدام ميتال، فير بعده صغير وصعب على أي ولد إنه يقبل رجال تاني بدل أبوه. يمكن مشان هيك رفض إنه أمه تتزوج. ليكي ستي، في حدا لعب له بعقله. طيب مين اللي عمل هيك معه؟ لا لا خلص، انسوا القصة كلها. النقطة الأساسية بالموضوع إنه فير ما بده رامفير يصير زوج أمه. كلواتي معها حق بحكيها يا ماما. صعب كتير على الولد إنه يقبل زوج الأم. الولد دائماً بيفهم أهله بطريقة غلط قد ما كانوا بيحبوا. وهي القصص بتصير مع كل الأولاد، بيكون صعب عليهم كتير إنه أمهم تتزوج ويغيروا بيتهم. الحقيقة هالحكي صح. بعد كل شيء الغريب بيضل غريب. لا لا، مو بالضرورة يصير هذا الشيء. خدي الفلاح مثلاً، بعد ما يزرع النبتة بحوض وبتكون صغيرة بيشيلها وبيحطها بمكان تاني وبيهتم فيها لتكبر. وبعد هيك إذا كان الشغل كله صح، النبتة يلي زرعها من أول وجديد رح تكبر منيح. وهذا كله بيعتمد على تصرفات الأهل، ومستقبل علاقتهم بيعتمد بشكل كامل على كل هاي التصرفات. وأنا متأكدة إنه رانفير رح يتعامل مع فير على أساس إنه أبوه، مو على أساس إنه زوج أمه. ونحن مسؤوليتنا نهتم بفير ونشيل كل هالشكوك يلي حطوا له إياها براسه، لأنه نحن حابين إنه سومان تصير كنتنا. حتى عائلتنا كلها بتحب سومان، وكمان بدنا فير يكون حفيد عائلتنا. بس بدي أعرف ليش كل هالنسوان جايين لهون وبدون ينزعوا لي خطتي. إذا سومان اقتنعت بحكيهم هيك رح يروح كل شي اشتغلته على الفاضي. يا ستي أنا ما رح أقدر ساعدك بهالموضوع. ما رح أجبر فير مشان يغير قراره، لأنه هاي الطريقة ما رح تكون صح بالنسبة إله. ما بدي أضغط عليه بهالقصة. أنا فهمت عليك يا بنتي، بس إذا كان في نصيب أنت ورامفير رح تكونوا مع بعض أكيد، وبالأخير رح تلاقوا حل. وأنا كمان عندي ثقة مطلقة فيكم، ومتأكدة إنه رح تتزوجوا آخر شيء. ماشي كلواتي، نحن رايحين. لوين؟ لا ما رح خليك تروحي، لازم تفوتي وتشربي كاس شاي معنا على الأقل. خلينا نقعد شوي ونحكي. كلواتي أنا زعلانة هلأ وما لي قدراني لا أكل أو أشرب شيء. نستأذن منكم. ماشي.
يلا تعوا وزعوا الحلو معي. بنجاش تعال عندي شوي، تعال هون، تفضل كل قطعة الحلو مني. شكراً كلواتي. إيه وإلك كمان. ساريتا شو لوين رايحة؟ خدي هالقطعة مني. نيتا تعال خدي واحدة. تفضلوا مني. تفضلوا هالقطعة مني. مرحبا عمو كريش. مرحبا رامان، كيفك؟ أنا أصلاً بحس حالي كثير منيح لما بشوفك عمو كريش. تعرف عمو إنه أنت بتذكرني ببابا؟ عن جد؟ بالمناسبة، أنت وين أبوك؟ أنا أبي مات من زمان، بس هاي أمي رجعت تزوجت مرة تانية، وستي ما بتخليني أروح شوف بابا الجديد، ولا حتى أمي ما بتخليني حتى أني نادي له بابا. ماشي، هلأ أنا هون من شانك وإنت فيك تنادي لي بابا، موافق؟ بدي إياك تقلي شغلي، هلأ مو صار الوقت لحتى تنادي لي بابا؟ بس ما فيني هلأ لأنه ستي قالت لي ما نادي لك هيك. طيب جاوبني لشوف، انت بدك تنادي لي بابا؟ ليك انا عندي فكرة، من هلأ بس نكون انا وياك لحالنا فيك تنادي لي بابا، موافق؟ ايه بابا. اتفقنا. شبك فير بابا، خلينا نروح شي مشوار. تكرم عينك.